كابتن ايمن النهارده مع طاقم تحكيم بالكامل كان دولي محمود البنا، لكن هو ما لعبش الجوله الاولى ولا الثانيه، لعب الجوله الثالثه مباراه الاهلي والاسماعيلي. طاقم التحكيم محمود البنا، وكان معاه احمد حسام طه المساعد الاول المتميز، وسمير جمال نفس الشيء. النهارده الاثنين مساعدين هايلين جدا جدا جدا. سيد مير كان حكم رابع، وكان معانا على تقنيه الفيديو كان عمرو الشناوي ومحمد نهاد محجوب. قبل ما نتكلم يا كابتن ايمن نتكلم على محمود البنا الاول. وكابتن بلال، احنا من خلال قناه النادي الاهلي احنا بنتكلم على المعايير الواحده في اتخاذ القرارات. لما الحكم بيبقى عنده معايير واحده كابتن عادل في تقدير الاخطاء سواء للنادي الاسماعيلي او النادي الاهلي، يبقى الحكم ماشي كويس. لم نشعر ابدا بوجود النهارده البنا كابتن في هذه المباراه، ادار المباراه بكفاءه بتميز، وده عادتنا في محمود البنا، عنده ثقه بنفسه، لم يلجا للفار. المباريات ديت بتندرج تحت اللي هي صعوبه ايه؟ درجه الصعوبه؟ متوسطه. متوسطه. درجه صعوبه متوسطه عشان بس نكون عندنا صراحه. نتيجه الاهداف، نتيجه ان الاحداث ما فيش احداث كتيره قوي، نتيجه ان كمان اللاعبين داخل ميدان اللعب كلهم مسهلين له بيساعدوا الحكم. فهنا بنقول ان هي نتيجه المباراه متوسطه. انا بس عندي لقطه المباراه او صيد الكاميرا زي ما بيقولوا كابتن احمد، وده كلام لازم نقوله عندنا للعيبه كلها. اللقطة الأولى هنشوفها، نشوف النهارده لاعب نادي إسماعيل عبد الرحمن المجدي. هنا بنشوف هو خارج ميدان اللعب، شوف هنا التصرف مع صبية الملاعب أو مع الولد اللي هو اللي بيدي الكرة في الملعب. هو هنا أدى إنذار للسلوك الغير رياضي. بس عشان نوضح، كتير من الناس يقول لك هو الحكم ممكن يدي لاعب خارج ميدان اللعب بطاقة، ممكن يديله بطاقة صفراء وممكن يديله كمان بطاقه حمراء. كابتن عادل، هو هنا انا عايز اقول ان البنا هنا كابتن بلال هو مركز داخل ميدان اللعب وخارج ميدان اللعب، يعني ممكن حكم تاني لعبه زي ديت هو ما يتصرفش التصرف طبقا للقانون. هنا كان لابد اشهار البطاقه الصفراء، ولو كان التصرف اكتر من كده بلال بنقول طبقا للقانون من حق الحكم يشهر البطاقه الحمراء. يعني انا لو لاعب داخل ميدان اللعب وخرجت للدكه او اللاعبين اللي هم قاعدين او المدربين وحصل مني سلوك مشين بشهر بطاقه الحمراء. هنا البنا انا بحييه هنا كان موجود وكان مركز في الحاله ديت واشهر بطاقه الصفراء. بنقول يا جماعه احنا رفقا بصبيه الملاعب، الولد دوت يعني ولد جاي بيساعد وحابب ان هو يبقى موجود، حتى لو اتاخر في ان هو يديك الكرة ما ينفعش ان انا اشوط الكره فيه بهذا الشكل. دي كانت لقطه الاهم عندنا في المباراه.